كما قال السيد رئيس الحكومة اليوم، أكد على أن الحكومة منذ أول يوم حصل فيه ذلك الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة مواطنين رحمهم الله في جرادة، هي منكبة ومنشغلة وتتابع وتقوم على تفعيل مقاربتها في الإنصات والإنجاز. كانت اجتماعات للسيد ولي الجهة، ثلاثة بعد ذلك اجتماعات للسيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كانت لقاءات مع كل الفاعلين بما فيهم الشباب، وكانت نقاشات والهدف الكبير وهو الإنصات واقتراح حلول لحل المشاكل ديال الساكنة ومشاكل الإقليم. تم الوقوف عند البرامج التي اعتمدت في السابق، ما أنجز يثبت، ما لم ينجز يفعل، وأيضا اقتراح برامج جديدة لإطلاق دينامية اقتصادية على مستوى المنطقة تمكن من التفاعل مع المطالب المشروعة للساكنة.